يقدر على الزعيم، مين يقدر على الهلال. الهلال السعودي بيتوج بكاس خادم الحرمين الشريفين بعد 3 ساعات لعب متواصلة، بعد ماراثون طويل، مباراة كان فيها طرد، مباراة كان فيها أهداف. الهلال بيرسخ عقدة النصر بعدم الفوز عليه في الموسم الحالي، بياكل الأخضر واليابس، بيفوز بالثلاثية في نسخة واحدة من دوري الروشن السعودي أو من الموسم السعودي السنة دي، بيفوز بالثلاثية، أرقام كتير بيحققها نادي الهلال بعد التتويج بالكاس على حساب العالمي النصر. عقدة كريستيانو رونالدو ما فكتش لحد دلوقتي، لا بالتسجيل ولا بالفوز على حساب النصر خلال الموسم الحالي. رونالدو هداف الدوري أو الهداف التاريخي للدوري السعودي، ما قدرش يسجل ولا مرة في نادي الهلال إلا كانت في بطولة نهائي كأس الأندية العربية، ودي يعتبر بطولة ودية، لكن في مباراة رسمية ما قدرش رونالدو يسجل في شباك الهلال في ولا مرة. كانت مباراة نهائي كأس الخادم الحرمين الشريفين الفرصة الأخيرة للنصر إن هو يطلع الموسم الحالي في بطولة. المباراة كمان اتسهلت لنادي النصر بعد طرد 2 لعيبة من نادي الهلال، وكانوا لعيبة مهمة ومؤثرة زي علي البلايهي وخليدو كولوبالي، الاثنين مساكين الفرقة. نادي النصر معرفش يستغل الفرصة ديت، معرفش يكسب الهلال في أسوأ حالاته وبالنقص العددي. كان في طرد قبلها لنادي النصر، أوسبينا بعد لمس الكرة خارج منطقة الجزاء، لكن برضو فريق الهلال كان بيلعب بنقص عددي كبير زي 2 لعيبة مهمين. ياسين بونو بيتألق وهو بطل الكاس وهو صاحب اللقطة النهاردة بعد تصدياته في خلال المباراة وبعد التصديات الحاسمة في ركلات الترجيح، لكن ياسين بونو بيتألق في الركلة 6 و7 عشان يتوج نادي الهلال بالثلاثية ويتوج بكاس خادم الحرمين الشريفين للمرة 11 في تاريخه والتانية على التوالي. المباراة زي ما قلنا كانت الفرصة الأخيرة لكريستيانو رونالدو لفك لعنة الهلال في المباراة الرسمية. ومن أهم طبعا أرقام المباراة إن دي كانت المواجهة 178 في تاريخ الفريقين ما بين الهلال والنصر في جميع المسابقات. قدر الهلال يفوز قبل كده في 72 مباراة، النادي النصر فاز في 60 مباراة، و45 مباراة بينهم انتهت بالتعادل، والنهائي بتاع النهاردة كان التعادل رقم 46 بين الفريقين في جميع المسابقات. سجل لعيبة الهلال في شباك النصر 257 هدف، أما نادي النصر سجل في شباك الهلال 220 هدف. اتقابلوا في كأس خادم الحرمين الشريفين قبل كده 28 مرة، 5 منهم بس كانوا في النهائي، وبقية المباريات كانوا في أدوار مختلفة للبطولة. فاز الهلال في 12 مرة، وفاز النصر في 10 مرات، وحسم التعادل بينهم في 7 لقاءات. لاعب الهلال سجلوا 43 هدف، أما لاعبين النصر سجلوا 38 هدف. وزي ما قلنا إن مواجهة النهائي دي المواجهة السادسة في تاريخهم، وبكده فاز الهلال في 4 نهائيات قدام 2 نهائي لنادي النصر. طبعا هداف البطولة الصربي الكسندر متروفيتش بعد تسجيله هدف في لقاء الليلة وصل لـ4 أهداف، اللي بيتساوي مع 4 لاعبين، ساديو ماني لاعب النصر، والبلجيكي كاراسكو لاعب الشباب، وعبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة. أما مواجهات الهلال والنصر في الموسم الحالي اتقابلوا 7 مرات في جميع المسابقات، فاز النصر في مباراة وحيدة والتعادل حسم اللقاء بينهم 3 مرات وفاز الهلال 3 مرات. ألف مبروك لجماهير الهلال وهارد لك لجماهير النصر. لحد هنا أنا وصلت معاكم لنهاية الفيديو اللي وصل معايا لحد هنا. أتمنى يزيد اشترك في القناة وفعل إشارة الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتي أول بأول، ومنساش لايك عشان الفيديو ده عملية ودعم القناة. استنوا فيديو جديد. سلام.